بسم الله الرحمن الرحيم. مرعوب ما لا تخاف، ما رح قلت لك. بسم الله الرحمن الرحيم. صرصور صرصور. شو لقيته؟ لا والله ما لقيته، بس رشيت دواء وبعد شوي بيموت. يا أخي أنا مو قلت لك دور عليه؟ ليش عم تتصرف من راسك وترش الدواء؟ بركي ما صار له شيء ورجع عام وأنا قاعدة لحالي جوا. طيب شو بدي أعمل؟ لا تقلي شو أعمل، هي شغلتك. قلت لك أنا عندي عقدة من الحشرات، لاقي لي غرفة تانية لأنه ما عندي غير هالحل. يا خانم ما في ولا غرفة فاضية، بعتذر. عن جد أنا حابب ساعدك يا خانم، بس ما بيطلع بإيدي بنوب. شو أعمل يعني؟ أقعد هون مثلا؟ شو بيعرفني؟ لوين رايح؟ يا أستاذ لوين رايح؟ رجع. بدي فوت لجوا الله يخليك. إذا بتريد أنا بعرف إنه بدك تطلع لبرا بس خايف مني، مشان الله اطلع. ليك أنا بوعدك إنه ما رح أأذيك، بس أنت اطلع لبرا تمام؟ مشان الله صدقني ما رح أأذيك. ليك رح حدلك لثلاثة وبتطلع ماشي؟ خلص ماشي حياتي. واحد اثنين. شو خايفة؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ما تفوتي. شو قصدك ليش يعني بدي فوت لجوا؟ ليش انت من شوي ما قلتي بدك تعدي لثلاثة وانا لازم اطلع؟ عم قلك لألك، عم بحكي مع الصرصور هالحكي. أي صرصور؟ طلع عندي صرصور كتير كبير بقلب الغرفة. يا الله، كيف هيك نسيت انه انت بتخافي من الصراصير؟ طيب طيب انا رح الاقي الشغلة هلا. شكرا. لا تخافي. ايه؟ تعالي لشوف الحقيقة، تعالي نشوفها صرصور المحظوظ وين بيكون متخبي وبقلك. هون هون شفته آخر مرة. تعالي. هون دقيت لقسم الاستعلامات وهن رشوا دواء، بس طبعا اكيد هو عرف وهرب، ما رح يستنى. مشان الله دور عليه منيح بكل الغرفه كنان. والله ما في لا صرصور ولا غيره. مو معقول ما لقيته؟ انا ما فيني ضل بهالغرفه، ما رح اقدر نام. كيف بدي ضل هو جوا وخصوصي بعد ما عرف انه انا خليتهم يرشوا عليه دواء؟ لا الي طريقه، انا مستحيل ضل هون. طيب ماشي، إذا هيك تعالي نامي بغرفتي. مجنون أنت، على أنه أساس بدي نام بغرفتك يا غبي؟ آه خلص، أنا شو بقدر أعملك أكتر ياسمين؟ إذا مو عاجبك خلص خليكي نايمي هون بالممر، أصلاً هون أريح لك. يلا رح روح. يلا يلا روح. ليك أنا فايتة لعندك، رتب غرفتك وضب أغراضك. الله وقت كنت تركض وراي، بس شكلها راحت هديك الايام، وكل شي كنت تعمله طلع كذب بالاخر. ياسمين هاتي من ايدك لشو؟ هاتو ياسمين لو سمحت. شو هاتو؟ عامل حالك شهم ما هيك؟ بكره بتقول خافت من الصرصور واعطيتها تختي مشان تنام، والله يعلم شو بدك تالف قصص. ياسمين لو سمحتي هاتي احسن ما شقه. ما بدي هاتو. أنا ماني زلمة وسخ مثل ما أنك مفكرة. وبعدين أنا بحياتي ما سويت شي غصب عنك. إيه أصلاً ما فيك تساوي شي غصب عني، فهمت شو عم أقول؟ خلاص نام، بس أوعك تقرب لهون، نام بالأرض. أصلاً هداك مستواك وفعلاً أنت لازم تنام تحت. يلا لشوف. تصبحي على خير ياسمين. وأنت من أهله. كأنه رفقاتي أجلوا المخيم للأسبوع الجاي، من هون لوقتها بكون طبت إن شاء الله. وقتها لا تنسى تخبرني مشان ألغي كل شي، يعني بتعرف بجوز أضطر أجي ساعدك يومها. ماما ماما خلتوا منال سبقتنا. ماما ماما بسرعة بسرعة، يلا ماما الحقيقة، ماما الحقيقة، ماما يلا بسرعة. يا أولاد يا أولاد خليكم قاعدين بلا ما أعصب عليكم، قليلين أدب.
ولا صوت. لك شو بهي ليش ماشي بسرعه؟ الحقيقه بس شوي شوي على مهلك، خلينا نوقف ونجيب ملك لعنا احسن. كيف بدي الحقها بدون ما اسرع؟ اذا عندك شي فكره قل لي اياها وبساويها فورا. ياسمين شو نمتي؟ ياسمين؟ نامي نامي يا روحي، انت اصلا بس وقت تنامي بتسمعيني. بعرف انه انت ما بتثقي فيني، معك حق ياسمين، انا ما عرفت اتصرف معك، كنت مفكرك ما رح تتركيني وفكرت ما رح تحبي غيري بحياتك كلها، طلعت غلطان. أنا ما بدي أطلب منك ترجعي على حياتي، بس ما بدي إياك تحرميني منك ومن بنتي لأني بحبكن. كنان خلص، بعرف إنه فيأتك ياسمين، أنا آسف، بس صدقيني اللي بدي أقوله إنه أكبر غلط بحياتي إني خسرت. كنان صرصور لك وين أقولي؟ لك هناك.